متابعة لسلسلة التقارير التي توثق جرائم داعش في سرت، حصلت أخبار الآن على وثائق حصرية تبين استخدامات داعش للألغام ورسومات بيانية لكيفية توصيلها وتفجيرها، بالإضافة إلى جرائم داعش في استعمال المخدرات كاترامادول لتجنيد الشباب والسيطرة عليهم. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده زميل جمال العربي. من خلال سلسلة تقارير تقوم بها أخبار الآن في سرت لتوثيق جرائم داعش، كاميرا أخبار الآن تتواجد إلى جانب القوات المقاتلة في سرت التي وجدت هذه المرة كتبا ومطويات وأوراق مدون بها دروس قتالية، بالإضافة إلى مذكرات كان داعش يستعملها لصنع متفجرات ومفخخات، بالإضافة إلى كيفية استعمال هذه الأسلحة والألغام. محتويات السجن لقينا كراسة اللي هي تعود لأحد عناصر داعش، اللي هي بتاع الكراسه يعني مختصه بالدروس العسكريه ونوع الاسلحه واستخدام الاسلحه وعمليات التفخيخ، كيف تتم عمليات التفخيخ اللي هن عندك الكاتبينهن محاضرات. عندك الصوره، عندك هيك هتورجيك صوره مفخخات، نوعيه التفخيخ، هذين الوصلات الكهربائيه اللي يستخدموا فيهن في عمليات تفخيخ السيارات وتفخيخ المنازل والدقومات. عندك هذي، عندك هاي النوعيه الثانيه بالهدف، كيف يتم التعامل مع الهدف. وعندك وعندك هنا السداسيه، ايه كيف تعمل هم الاسلام اللي يحكوا عليهم، هم الاسلام في محاربه النجمه السداسيه. شوف الهدف وين في رسمه تعمل التفجير، يعني خليه التفجير والهدف اللي هو النجمه تبع حاطينه، لكن الباين ان الهدف احنا والشعب المسلم مش اليهود. هذه كراسه الدوشكه، كيف تكون من تكون الدوشكة، انواع من الاسلحه، يعني كيف استخدام الاسلحه في التفخيخ وفي عمليه الحرب، كيفيه اخذ الجراف على الخريطه. سلاح كي بي اف 1 هاون، جميع انواع الاسلحه. يعني هذه كراسه تعود لاحد عناصر داعش المجرمه. وإلى جانب الأغراض التي وجدت داخل السجن من مطويات وأدوات تعذيب، تم العثور على حبوب ترامادول المخدرة التي كان يستعملها داعش للدفع بمقاتليه للقيام بهجمات انتحارية والدفع بهم إلى الخطوط الأمامية للاشتباكات. هذا يقولنا احنا بعد تم تمشيط المكان، يعني وجدنا اللي هن حبوب الهلوسة في مكاتب اللي كانت تستعمل فيها داعش، اللي هن الترامادول، ممكن كان يتعاطوا حتى في الترامادول، ولقيناها في اكثر من مكان، يعني مش في المكان هذا بس. هذا المناوبه، ايوه حبوب هلوسه، تعاطوا في الحبوب ويتعاطوا في كل شيء وعندهم الاسلام. ويعتمد داعش على متخصصين في صناعه الالغام والعبوات والمواد المتفجره، وهم إما قادمون من الخارج لليبيا أو تلقوا تدريبات مكثفة داخل ليبيا. وتعد الألغام والمواد المتفجرة من أهم المخاطر التي تواجه القوات المقاتلة في سرت في قتالها ضد داعش. منازل تعرق التقدم هي كثرة الألغام المزروعة داخل المنازل وفي الطرقات بشكل لا يتوقع، والألغام تجدها في أماكن لا تتوقعها، في كل جميع الأماكن، في تحت البساط، في الأبواب، في النوافذ، في كل مكان، في مكان في الاشجار، في مكان لا تتوقعها. ولكن الحمد لله استطاع الشباب تفكيك هذه الغام والتقدم وانتصر عليهم الحمد لله. والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد.